كرة ملعوبة. فهد الهاجري إلى فهد الأنصاري. كرة مع فيصل زايد. منتخب الكويت أقرب إلى تسجيل هدف. هذه الكرة الثالثة اللي مرت الآن خطرة على مرمى منتخب تايبي. بارك البناني. كرة ملعوبة عرضية تحت الراس. الله! جول! لمنتخب الكويت الوطني. لعبها. شوف 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 لعده. شوف بدر مطوع وشوف مبارك ميني ويوسف ناصر عطى براسه. جول اول. جول اول لصالح منتخب الكويت في الدقيقه 22. حط له كره براسه الحقيقه جميله يوسف ناصر. هذا الحضور لمتابعه هذا اللقاء والبحث عن النقاط. بالنسبه وقت ممكن يكون لصالح منتخب الكويت في تسجيل ثاني الاهداف. كره ملعوبه بدر مطوع لصالح منتخب الكويت. رضا هاني محاوله الان منتخب الكويت بدر مطوع لكن تغطيه دفاعيه ترجع مره ثانيه الانصاري على المرمى. الله 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 هي جول من زمان. جول لصالح منتخب الكويت. شوف شوف لعده. شوف شوف حلوه 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 حلوه. مبارك بنين ايضا بهيئه والانصاري بيحط له كره فنيه. شوف شوف النظره هو الاقرب. تابع هو الاقرب. شايف الحكم الرابع. تمريرات قصيره الى حمود الانصاري الى فهد حمود مره ثانيه. تكتل دفاعي عالي لمنتخب تايبي. شايف خمسة للاعبين تايبي في منطقة الدفاع. فيصل زايد بيحاول يعطى ناني. الله! جول لصالح منتخب الكويت. بارك لبناني. منتخب الكويت. جول لصالح منتخب الكويت. شوف شوف البداية وشوف فيصل زايد صنعها بشكل جميل بكرة كانت أرضية قصيرة إلى مبارك الفنيني ليواجه المرمى. بيحط له كرة جميلة هادية 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 في مرمى منتخب سين تايبي. هدف ثالث. برافو. حلوة حلوة. شوف غير الزاوية مبارك الفنيني إلى الزاوية الثانية إلى الزاوية الثانية يسجل هدف ثالث لصالح. لمسة يد على بدر مطوع حسب الإشارة. تلعب الكرة بالنص. فهد الأنصاري صاحب الهدف الثاني. إلى رضا هاني. سامي الصانع من قلب الأمام إلى بدر مطوع. حلوة بالجول. الله! وهدف كبير. قول لي صالح منتخب الكويت أربعة. هدف رابع. هدف رابع. شوف 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 بدر مطوع. شوف الكبير. شوف الكبير. وهدف كبير لصالح منتخب الكويت أربعة. منتخب الكويت لا شيء. منتخب سين تايبي بهدف جميل
وهدف كبير من اللاعب الكبير بدر مطوع. شوف الإعادة وشوف اللعبة الجميلة لبدر مطوع لصالح منتخب الكويت، بيسجل رابع. دفاع المنتخب الكويتي بشكل جيد، لاحظة بالتزام عالي من دفاع منتخب الكويت. كرة ملعوبة بالنص مقطوع لصالح منتخب الكويت الأنصاري، بيلعب طويلة إلى بدر مطوع، بيتقدم بدر مطوع، بيحاول تابع يوسف ناصر، يعطي الجول، جول 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 يوسف ناصر، يوسف ناصر. مباراة ليوسف ناصر وهدف خامس لصالح منتخب الكويت، هدف خامس. وشوف المتابعة، هجمة سريعة، شوف لعبة فهد الأنصاري وبدر مطوع، ومتابعة أيضا كانت اللمسة بالخطأ من دفاع منتخب تايبي، لكن برافو، لمسة كانت من يوسف ناصر في متابعة. وونغ شون في خارج الملعب وفي اللعبة، محمد لاستمرار اللعب، كرة لصالح منتخب تايبي، بيحاول لكن فهد الهاج البرا، برافو الوان، يرجع الكرة مرة ثانية إلى فهد الهاج منتخب الكويت. يوسف ناصر في النص، الأنصاري حلوة إلى فيصل زايد، حطها فيصل زايد، حطها بالجول، حطها بالجول، جول جول فيصل زايد، فيصل زايد، حلوة حلوة. زايد من المهاجم فيصل زايد، حلوه، شوف شوف فيصل زايد، شوف شوف تقدم فيصل زايد، وشوف ما تاخر انه يحطها في مرمى منتخب تي تايبي، هي الثانيه لكن ما خلاها تطوف، ما خلاها تطوف فيصل زايد. جول لصالح منتخب الكويت، هدف سادس، هدف سادس سليم جميل من فيصل زايد ليكون هو صاحب الهدف السادس في المباراه بهجمه وقيادة لصالح حافظ على الكرة يوسف ناصر، حلوة عرضية إلى لبريتشي، لبريتشي بيلعبها فترة، ما زال انصاري بالجول، الله مرة ثانية، لكن أيضا دفاع منتخب تايبي قاطعها، ترجع إلى فهد الهاجري إلى منتخب الكويت سامي الصانع، حلوة حلوة بالجول، الله الله شبيب الخالدي، جول لصالح منتخب الكويت. الخالدي وهدف سابع لصالح منتخب الكويت، حلوة حلوة، شوف 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 شامي، شوف اللمسة، شوف لمسة حلوة الحقيقة بكرة عرضية جميلة إلى شبيب الخالدي اللي ماخذ مكان جيد ليسجل هدف سابع لصالح منتخب الكويت. والتغيير قادم، فيصل عجب راح يدخل الآن لصالح منتخب الكويت، كرة مع فيصل زايد، بينقلها ناحية شبيب الخالدي، شبيب الخالدي إلى مبارك الفنيني، كرة مع منتخب الكويت إلى سامي الصانع، يرجعها إلى فهد الأنصاري، الأنصاري كرة معاه، يلعبها إلى سامي الصانع، عرضية حلوة بالجول، جول! هدف ثامن، هدف ثامن بكرة
شوف الإعادة، الإعادة سامي الصانع لعب كرة عرضية إلى فيصل عجب، لكن تدخل مدافع منتخب تايبي شين وين شوان بالخطأ في مرماه ليكون هدف ثامن لصالح منتخب الكويت. سامي الصانع إذن يسجل أو يتسبب في هدف لصالح منتخب الكويت. إعادة فهد الأنصاري إلى فهد الأجري بيغطي منتخب الكويت الوطني بأفضلية بثمان أهداف. تلعب طويلة ناحية اليسار لبريتشي، لكن بالخطأ بالخطأ، الله برافو عليك فيصل عجب، وتوقع سليم. هدف تاسع في المباراة وهو صاحب رقم 9. شوف 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 فيصل عجب، توقع سليم وقراءة سليمة لمهاجم جميل. فيصل عجب يسجل الهدف رقم 9 وهو اللاعب رقم 9 فيصل عجب. برافو برافو. شوف الإعادة